السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع دكتور وائل جودة. الصلاة خير من النوم، فعلا الصلاة خير من النوم. دي بنسمعها كلنا في أذان الفجر، خلاص. وطبعا الصلاة خير من النوم للثواب الكبير، وصلاة الفجر وركعتين اللي قبل صلاة الفجر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها. ولكن أنا هتكلم على الصلاة خير من النوم من الناحية الطبية. الصلاة خير من النوم، أولا الناس اللي بيبقوا معرضين للجلطات، سواء جلطات قلبية أو جلطات المخ أو جلطات في أي مكان في الجسم، بتزيد فرصة تعرضهم ليها في الصباح الباكر، وخصوصا من الساعة حوالي الساعة 6 لحد الساعة 8. دي أكتر وقت بيبقى معرضين الناس فيه للجلطات، سواء جلطات القلبية أو جلطات المخ أو جلطات الأوعية الدموية. فعشان نحمي نفسنا من الموضوع ده، الناس لما بتنام لفترة طويلة الأوعية الدموية بتبدأ تضيق شوية، خلاص وصول الدم فيها بيبقى أو سرعان الدم فيها بيبقى ضعيف شوية. أكتر وقت بتضيق فيه الأوعية الدموية قوي هو الوقت من الساعة 6 لحد الساعة 8. ده الوقت اللي بيكون فيه ضيق الأوعية الدموية شديد شوية. عشان كده الصح ان الواحد لو نايم في الوقت اللي زي ده يصحى ان شاء الله، لو هيتمشى شوية ويشرب شوية ميه صغيرين، خلاص. فطبعا الوقت اللي من بعد ما بتنام اللي قبل الوقت ده بالفعل هو وقت صلاة الفجر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أذان الفجر بالذات بيقال فيه الصلاة خير من النوم، وما تقالتش في أي صلاة تانية. طبعا كل الصلاة خير، ليه ما اتقالتش في صلاة العصر؟ ليه ما اتقالتش في صلاة الظهر؟ ليه ما اتقالتش في صلاة المغرب أو صلاة العشاء؟ خلاص طبعا الناس بتبقى نايمة، ففعلا الصلاة خير من النوم للثواب العظيم، وثانيا عشان نحمي نفسنا من الأمراض اللي بتيجي من كتر النوم وضيق الأوعية الدموية وقلة سريان الدم. أكتر ناس معرضين للجلطات في الوقت ده المرضى، أولا كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكر والضغط والقلب، الكلى، أمراض في الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، الناس اللي بيشربوا المدخنين بكثرة، الناس اللي بيشربوا كحوليات بكثرة. دول أكتر ناس معرضين للجلطات اللي بتحصل زي ما احنا بنقول إيه early morning في الصباح الباكر. عشان طبعا ربنا سبحانه وتعالى إدانا طريقة علاج مش هتكلفنا كتير وهناخد عليها ثواب كبير، اللي هي الصلاة خير من النوم. حتى لو حضرتك يعني متعمق في النوم أو حاسس النوم جميل أوي في عينيك ومش قادر تقوم، فكر بس في لحظة إن ممكن لو طولت ممكن ما تقومش لأنك دخلت في جلطة. ممكن لو طولت شوية تحس إن رجليك مش قادر تشيلها، تحس إن في آلام شديد في الصدر، دخلت في صبحة صدرية أو جلطة في عضلة القلب. يعني ده ممكن يخليك كفيل ويخليك تقوم حتى لو انت ما كنتش ناوي تقوم تصلي. لا قوم صلي. وانا انصح اي واحد ان هو لما تيجي تقوم بصلاة الفجر قوم واشرب شوية ماء صغيرين قبل صلاة الفجر وتوضى وصلي، وده كفيل ان شاء الله انه يخلي سريان الدم يزيد والاوعية الدموية دي اللي فيها يبدأ يوسع شوية، وما تعرضش نفسك للجلطات اللي ممكن تحصل في الوقت ده. وفعلا الصلاة خير من النوم. تحياتي واحترامي لكم جميعا من خالص أمنياتي القلبية بالصحة والسلامة والسعادة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.